فينا القطاع ديال تربية المواشي وبالخصوص الأضحية ديال العيد الأضحى، تفاجئنا سولنا ديك الكساب مول يعني مول الأضحية، عطانا شي أثمنة يعني غالية، يعني راه يعني كنتظروا بأن غيكون العيد كبير في الأثمنة طالعة، وكنتمناو من الدولة وكنتمناو من الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا يحاولوا يشوفوا شي حل كيفاش ينقصوا الأثمنة ديال الأضحية، حيت الناس راه مساكن بسطاء، كاين اللي غايشري كاين اللي ما غايشريش، ولكن البلي بار الناس والاكثريه ديال الناس ناس مساكن فقراء، لا اله الا الله ما كاينش يعني لا جهد الا جهد الله، يعني ما ربما ما يستطيعوش يشريوه، يعني الاثمنه شويه مرتفعه بزاف. السيد الكساب قال لنا هذه المساله هذه.